أتحدث عن الإسلاموفوبيا تلكم الكلمة اللقيطة والتي ما فتئ علماء المسلمين ومفكروهم الأحرار يفندونها ويكشفون عن زيفها وتهافتها منذ أكثر من 15 قرناً منذ أكثر من 15 عاماً في ندوات ومؤتمرات وأوراق علمية ونقدية وحوارات الأديان والحضارات دون أي ثمرة تذكر في لجم الآلة الإعلامية الغربية وردعها عن غرس كراهية الإسلام في عقول الشعوب الأوروبية والأمريكية وقلوبهم. هذه الكلمة التي تعني التخويف من الإسلام أو صناعة التخويف من الإسلام، هذه الكلمة ما كان لها أن تتجذر في ثقافة السياسيين والإعلاميين الغربيين ثم في وعي جماهير الغرب لولا التمويل الضخم المخصص لدعم الاستعمار الحديث وسياسته في الهيمنة والتوحش والانقضاض الجديد على ثروات العالمين العربي والإسلامي. إننا حتى هذه اللحظة لا نسمع عن فوبيا المسيحية ولا فوبيا اليهودية ولا البوذية ولا الهندوسية، ويقيني أنه لن تجرؤ جريدة أو قناة أو برنامج فضائي لا في الغرب ولا في الشرق أيضاً على مجرد النطق بفوبيا ما شئت من الملل والنحل والمذاهب.